المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تكتمل صفوفه غدا بوصول القائد علي الحبسي. المنتخب الوطني للشباب يواصل تحضيراته للبطولة الخليجية بمواجهة السويق اليوم. واستقبال حافل للمنتخب الوطني للناشئين بعد وصوله متوجا بكأس الخليج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأحبة، أهلا بكم إلى هذه النشرة الرياضية. واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا لمباراته المقبلة أمام تركمانستان في التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم ونهائيات الأمم الآسيوية، حيث حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي بول لوغوين على تصحيح الأخطاء التي خرجت بها تجربة اليمن التي انتهت لصالح الأحمر بهدف دون رد، ولم يقدم خلالها المنتخب المستوى الفني المطلوب، وهو الأمر الذي جعل الجهاز الفني بقيادة المدرب بول لوغوين مطالب برفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل مواجهة تركمانستان الخميس في 3 سبتمبر المقبل. ومن المتوقع مشاركة أحمد كانو وعيد الفارسي في التدريب المسائي، وسينضم قائد المنتخب علي الحبسي غدا للتدريبات لتكتمل صفوف الفريق. يخوض منتخبنا الوطني للشباب اليوم مواجهة ودية أمام السويق في الساعة 7 مساء على أرضية الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وتأتي المواجهة ضمن تحضيرات المنتخب للبطولة الخليجية لمنتخبات الشباب والتي تستضيفها الدوحة في الفترة من 3 حتى 12 سبتمبر القادم، والاستحقاق الأهم والمتمثل في المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم آسيا البحرين 2016 والتي ستقام في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر القادم. الجدير بالذكر أن المنتخب قلب تأخره مساء أمس الأول إلى فوز في الشوط الثاني على نادي بوشر بهدفين لهدف، ويعتمد رجال المدرب رشيد جابر على المباريات المحلية بعد أن تعذر لعب أي مباراة دولية ودية. حظي المنتخب الوطني للناشئين باستقبال حافل لدى وصوله أرض الوطن قادما من الدوحة بعد تحقيقه لقب البطولة الخليجية لمنتخبات الناشئين في نهائي مثير جمعه بالمنتخب السعودي أمس الأول، وجاء التتويج بعد ركلات الترجيح التي توجت مجهودات نجوم الأحمر. بعد أن عزف الأحمر الصغير سيمفونية ما أحلى العودة بعد طول غياب، سيمفونية وضع نوتتها الموسيقية رفاق يعقوب الصباحي لتأتي العودة منذ العام 2001 بالتتويج بكأس الخليج للناشئين 2015، والتي خطفها صغار الأحمر من مخالب الصقر السعودي بركلات الترجيح. ونال أبناء الأحمر ما يستحقون بعد استقبال حافل بقاعة كبار الشخصيات في أمسية بهيجة صاحبها الكثير من الأصوات التي تعالت بالثناء والشكر على تحقيق الإنجاز. وكان في مقدمة مستقبلي المنتخب سعادة الشيخ عبد الله المجعلي نائب رئيس مجلس الشورى، والذي عبر عن شكره وتقديره للإنجاز الذي جاء من قلب العاصمة القطرية الدوحة بعد سنوات عجاف خلت من أي إنجاز. أتقدم باسمي وباسم أخواني أعضاء مجلس الشورى والمواطنين، جميع المواطنين والحاضرين الموجودين في الاستقبال، يعني باسم عمان كامل، يعني فهم الحمد لله أقدم لهم جزيل الشكر والامتنان على هذا الفوز الذي أثلق صدورنا صراحة
نحن كعمانيين يعني هذا فرحة عامة، وأتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، وأتمنى منهم أساسا الاستمرار إن شاء الله للأفضل. يعني رئيس بعثة المنتخب محمد الشحي، والذي عاش أجواء الإنجاز الكبير، كان له كلمة بعد العودة متوشحا بالذهب الخليجي. أيضا نحن أيضا بدورنا حقيقة نشكر بدور باسم البعثة، في حقيقة نشكركم على هذا الاستقبال، ونشكر عمان كلها، وهذا الإنجاز حقيقة هدية بسيطة جدا من أبناء عمان، من رجال عمان إلى عمان، فعمان تستحق أكثر من هذا العطاء، فعمان المجد وعمان قابوس، وهذا الجيل هو جيل أبناء قابوس، جيل قابوس صاحب جلالة الله يحفظه إن شاء الله تعالى، ومبروك للجميع. بارك الله. رجل المواعيد الكبيرة يعقوب الصباحي، الذي أعلن أنه يحتاج للفرصة لإظهار ما يملك من إمكانيات بعد الإخفاق الآسيوي، ليعود من الباب الواسع حاملا شعار الانتصار. كان أكثر الحاضرين فرحا بالتتويج، وهو من أجهش بالبكاء بعد الإنجاز، لإدراكه بأن التتويج جاء بعد عمل كبير ورغبة في مصالحة الجماهير. أبناء اللاعبين اللي كانوا على قد كلمتهم وعلى قد وعدهم أنهم هم فعلا مثلوا بلدهم أحسن تمثيل، والشيء اللي نسعى له إحنا في الفترة القادمة أنه الفريق هذا يتأهل من مجموعته كأول إن شاء الله بإذن الله، وهذا الشيء اللي رايحين على أساس أنه تأهل الفريق للمرحلة القادمة معناته استمراريته للسنة القادمة للنهائيات الآسيوية، ومن ثم بعد كانت الطموح صراحة يكبر للنهائيات كأس العالم، لكن خلينا ناخذ خطوة بخطوة. أنا قدامنا اسبوعين اعتقد محتاجين ان نكون مركزين فيه كثير، محتاجين انه برنامجنا يمشي مثل ما هو مخطط له. ومهما يكون، فان صغار الاحمر نالوا بعض ما يستحقون من تكريم بعد ان وطأت اقدامهم ارض الوطن محفوفين بالمهنئين والمحتفلين بالانجاز، وهو الامر الذي سيعطيهم دافع كبير في القادم من استحقاقات. أبرزت مشاركة عداء المنتخب الوطني لألعاب القوى بركات الحارثي في مونديال ألعاب القوى المقامة في الصين وفي سباق 100 متر الكثير من الاهتمام في المشاركة العالمية، حيث جاءت مشاركة بركات الحارثي في بطولة العالم لألعاب القوى ببكين بعد الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائيات عبر مشاركاته الأخيرة في البطولات الخليجية وغيرها، وكذلك بطولة آسيا، والتي حصل خلالها على الرقم التأهيلي للتواجد في أبرز مسابقات بطولة العالم والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لألعاب القوى. تلك المشاركة ليست الأولى للحارثي، حيث سبق وأن تواجد في مثل هذه البطولات وكذلك البطولات الآسيوية، والتي لمع خلالها نجمه بالحصول على عدد من الميداليات، مما أكسب اللاعب الكثير من الشهرة ليكون أسرع رجال آسيا والوطن العربي. يواصل فريق عمان للكارتينج والمكون من الأخوين سند وعبد الله الرواحي تدريباته الجدية استعدادا للمشاركة في منافسات الجولة الأخيرة من بطولة التحدي الأوروبية، والتي تنظمها شركة روتكس ماكس بالتعاون مع اللجنة الدولية للكارتينج، حيث ستقام منافسات الجولة على حلبة جنك ببلجيكا خلال الفترة من الرابع حتى السادس من شهر سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة الفريق كتهيئة للمتسابقين لخوض غمار منافسات النهائيات الكبرى للكارتينج، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل في البرتغال. وكان الفريق قد خاض الأسبوع الماضي منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة BNL، والتي أقيمت في بلجيكا خلال الفترة من 21 حتى 24 من الشهر الجاري. أقامت قيادة شرطة محافظة ظفار سباق ماراثون الجري، وذلك على طريق صلالة الذي يربط بين السعادة وعقد، ويهدف السباق لتأهيل وتدريب منتسبيها لرفع مستوى اللياقة لديهم. في إطار اهتمام شرطة عمان السلطانية بتأهيل وتدريب منتسبيها وحرصا منها على رفع مستوى اللياقة البدنية لهم، أقامت قيادة شرطة محافظة ظفار سباق ماراثون الجري،
وذلك على طريق صلالة الذي يربط بين منطقتي السعادة وعوقد، حيث كانت نقطة بداية انطلاق السباق قبل دوار جامعة ظفار باتجاه الشرق ومنها إلى جهة الغرب وصولا إلى نقطة النهاية. طبعا هذه المسابقة مسابقة السباق الماراثون تأتي في إطار الخطة التدريبية التي تقيمها قيادة محافظة شرطة ظفار في سبيل رفع اللياقة البدنية لمنتسبي هذه القيادة، وأيضا الاستعداد للمشاركة في المسابقات التي يقيمها اتحاد الشرطة الرياضي في مجال ألعاب القوى. شاهدنا يعني نتائج طيبة والعدد لا بأس فيه، يعني شارك يعني أكثر من 100 فرد يمثلون يعني مراكز وإدارات وأقسام هذه القيادة. وبعد منافسة حامية الوطيس جاءت النتائج الآتي: في جانب الذكور الشرطي منير بن عبد الله الصالح مرتب المهام الخاصة في المركز الأول، وفي المركز الثاني أمين بن عياد بن غابش البدري مرتب المهام الخاصة، وفي المركز الثالث الشرطي مسعود بن سعيد القهمني مرتب طوي عتيب، وفي جانب الإناث الشرطية إيمان بنت راضي مبروك صبيح مركز شرطة صلالة في المركز الأول، وفي المركز الثاني الشرطية هالة بنت عبد الكريم البلوشي أمن مطار صلالة، وفي المركز الثالث ندى بنت سالم اليعقوبي أمن مطار صلالة. الحمد لله رب العالمين، أشكر قيادة محافظة ظفار على هذه المبادرة، ولنا الشرف بالمشاركة في الماراثون، وطبعا أهدي هذا الكاس وهذا الفوز لزملائي والقيادة محافظة ظفار وقيادة المهام الخاصة. الحمد لله على حصولي المركز الأول، وهذه مبادرة مني الحمد لله، وشكرا عشان قيادة شرطة محافظة ظفار منحوني هذه الفرصة، والحمد لله على حصولي المركز الأول. من محافظة ظفار محمد بن سعدون بيت سيد. نواف بن سويد الجابري ومركز شرطة وادي حريق. أسدل الستار صباح أمس على برنامج الرحلات الشبابية والذي حقق أهدافه من خلال الفعاليات المدرجة ضمن البرنامج الذي استحدث هذا العام من قبل وزارة الشؤون الرياضية، والذي استهدف الفئة العمرية من 18 سنة إلى 25 سنة. في احتفالية احتضنها فندق حمدان بلازا بمحافظة ظفار وبرعاية أحمد الغساني المدير التنفيذي بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمحافظة ظفار، اختتمت وزارة الشؤون الرياضية برنامجها الرحلات الشبابية والذي استهدف الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 25 سنة، واشتمل الحفل على عدد من الفقرات المتنوعة. فكرة جيدة أن تتبنى وزارة الشؤون الرياضية مثل هذه البرامج الشبابية تحت مسمى الرحلات الشبابية في مناطق السلطنة بشكل عام، وهي رحلات أيضا تعريفية وتعريفية أيضا بالسلطنة وبمقوماتها وبإنجازاتها. وأعتقد يعني وجودهم الآن في محافظة ظفار وفي فصل الخريف يعني الرحلة حققت أهدافها، والأهم من هذه التجمعات الشبابية هو أيضا اللقاء المباشر بين المجموعة الشبابية من أنحاء السلطنة، أن تلتقي وأن تناقش بعض الأفكار الخاصة بهم بما ينعكس على المجتمع بشكل عام. طبعا برنامج الرحلات الشبابية هو من البرامج الرئيسية والحديثة لوزارة الشؤون الرياضية، والهدف من إقامة هذه البرنامج أو الرحلات الشبابية هو أيضا الالتقاء والتقارب والتعارف بين شباب محافظات السلطنة من مختلف المحافظات، بهدف زيارة كل مختلف المحافظات والتعرف على ثقافة وتاريخ ومواقع أيضا سواء سياحية أو اقتصادية أو مواقع أخرى، بهدف التعرف على إمكانيات ومواقع هذه المناطق، وبالتالي أيضا تثقيف الشاب العماني من منطقة من محافظة إلى أخرى والتعرف على مكونات وامتيازات كل محافظة، وأيضا غرس روح الانتماء والتعاضد بين شباب المحافظات. ويأتي البرنامج لإتاحة الفرصة للاطلاع على الإنجازات المختلفة التي تحققت عبر السنوات الماضية
في ربوع مختلف المحافظات بالسلطنة وتعزيز قيم المواطنة والتعرف على المواقع السياحية والثقافية وغرس المبادئ والقيم الحميدة فيهم وتبادل المعارف والمهارات والإبداعات والخبرات بين المواهب الشبابية وغرس قيم المواطنة والمحبة والتآلف والتسامح والتمسك بالثوابت الوطنية وتعريفهم بأهمية الاستئناس بآراء الجماعة والذي يتجسد في معاني الشورى وتعلم فن الإصغاء والحوار مع الشخصيات والقيادات بالسلطنة. يستهدف هذا البرنامج مشاركة 550 شاب من جميع محافظات السلطنة بمعدل 275 من الذكور و275 من الإناث. طبعا هنا كل محافظة من المحافظات ترسل للمحافظة الأخرى مجموعة 25 شاب وتستقبل 25 شاب من المحافظة الأخرى، كذلك نفس العدد بالنسبة للإناث. طبعا الفائدة اللي أخذناها من هذا البرنامج يعني ما محصورة على سمة معينة أو مجال معين، بالعكس تبادلنا فيها أشياء كثيرة، تبادل ثقافي، تبادل خبرات، تبادل أيضا في مستوى المهارات والمواهب، أضفنا الكثير وأيضا تعلمنا بعض اللي هي السمات الشخصية كالالتزام، كالتعاون، كالتواجد في الأماكن المطلوبة في الوقت المناسب. ويعد البرنامج هو الخامس والذي أضيف للبرامج الصيفية الأخرى التي تقيمها وزارة الشؤون الرياضية لاستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل، والتي تستهدف هذه البرامج شغل أوقات الفراغ لدى الشباب وإيجاد أجواء من الإثارة والمتعة والفائدة للشباب والمجتمع. ولا زلنا مع برامج وزارة الشؤون الرياضية وختام برنامج شبابي بمحافظة جنوب الباطنة والذي استمر لمدة شهرين. وسط مشاركة أكثر من 3500 مستفيد من أبناء محافظة جنوب الباطنة، اختتمت دائرة الشؤون الرياضية بالمحافظة برنامج شبابي لعام 2015 والذي استمر لأكثر من شهرين في برامج متنوعة شملت المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والبيئية والمجالات النسوية. استفادة مباشرة من هذا البرنامج والذي ساهم في استغلال أوقات الفراغ وتنمية مواهب المشاركين بما يعود بالنفع عليهم. فهد، أهمية مشاركتكم في برنامج شبابي اللي نظمته دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب باطنة، وخاصة أنتم من أحد الفائزين على مستوى هذه المسابقات في الإنشاد. والله حقيقة هو برنامج شبابي يعني برنامج ينمي ويطور الفرد أو الشاب المجتمع بشكل عام. فحقيقة احنا في المجال الانشاد اكتسبنا فائدة يعني فنية جميلة، ان نحتك بمنشدين على مستوى السلطنة وان نطور مستوانا كل سنة. حاليا حقيقة في السنة الخامسة وحنا الحمد لله رب العالمين مشاركين سنويا والحمد لله في تطور. استفدنا كثير من برنامج شباب في 2015 في ورشة سعفيات، والبنات قدمن كثير من المشغولات اليدوية في السعفيات وقدمن أشياء. برنامج الختام اشتمل على عدة فقرات عكست أهمية إيلاء وزارة الشؤون الرياضية هذه الجوانب جل الرعاية والاهتمام، فجاء المعرض المصاحب والقصائد الشعرية ليعكس أهمية هذا البرنامج والذي اختتم بتكريم المجيدين والحاصلين على المراكز المتقدمة. يأتي برنامج شبابي لهذا العام استكمالا لحرص وزارة الشؤون الرياضية على تفعيل وتوثيق العلاقة بين الأندية الرياضية وأفراد المجتمع، وذلك من خلال الأنشطة والمجالات التي شملها هذا البرنامج. بلادنا شك ولا ريب أن هذه المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الرياضية تجاه الشباب بلا شك بأن يكون لها الأثر الطيب في تفريغ همم الشباب وطاقاتهم فيما هو مفيد. تكمن أهمية مشاركتنا في هذه المسابقة وهذه المبادرة التي تقيمها وزارة الشؤون الرياضية على أن في تحفيز دور الشباب واستغلال أوقات فراغهم طبعا، ومن خلال هذه المبادرات يعني الشباب يحاولوا أنهم يفرغوا طاقاتهم، الشباب عندهم طاقات كثيرة.
نشرتنا مستمرة مشاهدين الأحبة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن عن مفاجأة الموسم بتعاقده مع أبرز لاعبي البوندسليغا. يوفنتوس الإيطالي يواصل إخفاقاته على المستوى المحلي وأصابع الاتهام تتجه لرئيس النادي. وفي الدوري الهولندي لكرة القدم، آيندهوفن يقلب الطاولة على فريق فينورد وينتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف. ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب التركمانستاني على استاد السيب الرياضي. هذا اللقاء تتابعونه الخميس على قناة عمان الرياضية في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق فولسبورغ بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، صفقة تجعل من السيتيزن يزداد قوة، لا سيما أن بروين يعتبر أحد أفضل لاعبي البوندسليغا في الموسم الماضي. في كل موسم تكثر الأحاديث وتخلق الإشاعات، فمنها أقاويل تتبخر مع انتهاء فترة الانتقالات، ومنها أقاويل تتحول لحقيقة تسعد بها جماهير الأندية. وها هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقدم هدية لجماهير السيتيزن قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وهو التعاقد مع نجم فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بعقد يمتد لمدة 5 سنوات وبمبلغ وصل قيمته فوق 60 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة يبرمها السيتي في تاريخه. مبلغ جعل من الجميع يتساءل عن المبلغ المدفوع للاعب البلجيكي، وهل يستحق اللاعب هذه المبالغة المالية، لا سيما إن العالم مقبل على أزمة اقتصادية قادمة. ولكن رغبات السيتي في تحقيق الألقاب كانت هي الجواب الأوحد لكل تلك التساؤلات، فتعاقد السيتي مع دي بروين جاء لتخفيف العبء على النجم الإسباني ديفيد سيلفا، حيث أنه يعد المحرك الرئيسي للفريق السماوي، كما أن وجود دي بروين إلى جانب سيلفا سوف يشتت دفاعات الخصوم ويجعل من مهمة رقابتهما معا أصعب بكثير من مراقبة سيلفا بمفرده. فتواجد كيفن في ملعب الاتحاد جاء بعد تألق اللاعب الموسم الماضي مع فريقه فولفسبورغ، فأهداء بروين ليس من السهل أو العادي أو الشيء الذي يمر مرور الكرام، فما فعله بروين من أداء رفيع في الموسم الماضي جعله أفضل صانع أهداف في أوروبا، متفوقا على نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي برصيد 20 هدفا، كما أن صغر سنه جعل من السيتيزن يزيد في إصراره، وكما أن أجواء الدوري الإنجليزي لن تكون جديدة على بروين، حيث سبق له اللعب بألوان تشيلسي ولو قليلا، إلا أنه يعرف الأجواء الإنجليزية جيدا ولن يكون بحاجة إلى الكثير من الوقت من أجل التكيف على أجواء البريمير ليج. نجح فريق سوانزي سيتي في إلحاق الهزيمة الأولى بنادي مانشستر يونايتد بعد أن تغلب عليه بـ2 لهدف ضمن حسابات الجولة 4 من الدوري. هزيمة جعلت من المدرب فان غال يصب جل غضبه على تساؤلات الصحفيين، بينما ظهر غاري مونك مدرب سوانزي ليعبر عن سعادته بالفوز.
كنا الفريق المهيمنين لخمس وثمانين دقيقة، ثم خسرنا في غضون خمس دقائق. نعم خسرنا خلال خمس دقائق لأن سوانزي غير من أسلوبه. هذا ما أفاد سوانزي ومدربه ولاعبيه، لأنهم عملوا كل شيء للخروج بنتيجة إيجابية، ولكن في غضون خمس دقائق حولوا مسار المباراة. في خمس دقائق أحرزوا هدفين، وهذا درس كبير لنا، لأنه يتعين علينا أن نعدل خطتنا بشكل أسرع مما فعلنا. أنت تسأل الآن عن أشياء لا علم لك بها ولا علم لي بها. تعتقد أنك أكثر ذكاء مني، ولكن الوضع ليس كذلك. آسف، أنا آسف. لا لا، أنت فقط تسأل عن الانتقالات. لقد أدينا مباراة. أعتقد أننا أحرزنا الهدفين في وقت رائع، وكانا هدفان جميلان أيضا. في النهاية أعتقد أننا نلنا أفضل فرص المباراة، ولم تكن هناك العديد من الفرص من أي من الجانبين، ولكن عندما لاحت أمامنا الفرص استغللناها بشكل جيد، وهذا أمر سار. تواصلت إخفاقات نادي يوفنتوس الإيطالي في بطولة الكالتشيو، وذلك بعد هزيمتين. الأولى كانت أمام أودينيزي بهدف نظيف، والثانية كانت أمام فريق العاصمة روما بهدفين لهدف، الأمر الذي أثار غضب جماهير اليوفي على رئيس النادي أندريا إنيلي. يعيش فريق لافي كالاسينيورا أو السيدة العجوز نادي يوفنتوس فترة من التراجع على المستوى المحلي، فبعد الإخفاق في الجولة الأولى إثر السقوط على ملعبه اليوفنتوس ستاديوم من أمام أودينيزي بهدف نظيف، ها هم ذئاب روما يلتهمون السيدة العجوز مرة أخرى بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيدهم في الكالتشيو لأربعة نقاط، بينما يظل رصيد اليوفنتوس سلبيا بدون نقاط. هزيمة قد تجعل أبرز المنافسين لليوفنتوس يسلكون المسار الصحيح ويستفيدون من الجرعة المعنوية الكبيرة، لا سيما أن فريق العاصمة يدرك جيدا أن الفوز على أبناء تورينو ليس بالأمر الهين. ولكن السؤال هنا، ما الذي حدث للسيدة العجوز؟ فبعد الأداء الجيد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية التي خسرها الطليان أمام الكبير برشلونة، لم يعد اليوفي بذلك المستوى، فلما هذا التراجع؟ فمنهم من يضع أصابع الاتهام تتجه لرئيس النادي أندريا إنيلي، وذلك بعد التفريط بنجمي الفريق فرناندو لورنتي وأرتو فيدال، وكأن التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي بالتعاقد مع مانزوكيتش وديبالا وكوادرادو لم تشفع للرئيس لنفي هذه الاتهامات. ولكن المدرب الإيطالي ماسيميانو أليغري يرى بأن التعاقدات الجديدة بحاجة إلى بعض الوقت، وأن السيد العجوز ستعود للتربع على عرش الكرة الإيطالية أولا والأوروبية ثانيا. أوقف فريق بي سي آيندهوفن مسلسل انتصارات ضيفه في نورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، حيث تقدم في نورد في الدقيقة الرابعة عن طريق جيفري لاعب آيندهوفن الذي سجل الهدف بالخطأ في مرماه. بعدها عادل لآيندهوفن ماكسيم ليستن في الدقيقة 37 قبل أن يضيف سانتياغو آرياس الهدف الثاني في الدقيقة 50، واختتم يورغان لوكاديا أهداف آيندهوفن في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بثلاثية مقابل هدف لمصلحة آيندهوفن. وضمن منافسات الدوري اليوناني لكرة القدم اكتسح بانيثنايكوس ضيفه كالوني بأربعة أهداف دون رد. أصحاب الأرض استطاعوا من التقدم في الدقيقة 8 بهدف أحرزه نيكولاس كاريليس من تمريرة من زميله زيكا، ثم ضاعف الفريق المضيف من غلته بهدف ثان في الدقيقة 31 بتوقيع ماركوس، ليواصل باناثينايكوس هيمنته على مجريات اللعب في الشوط الثاني ليضيف هدفين آخرين عن طريق كولين من ستاتسيس تافلاريديس ومالدين بيتريتش.
ونبقى مع أخبار كرة القدم، حيث تعادل متصدر الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم دينامو كييف خارج أرضه، تعادل سلبيا مع فريق زوريا لوهانسكا. فمعنويات فريق زوريا لم تكن في القمة، خاصة وأنه خرج يوم الخميس الماضي من بطولة دوري أندية أوروبا على يد فريق ليجيا وارسو البولندي. أما فريق دينامو الذي يدربه المهاجم السابق لفريق توتنهام الإنجليزي والمنتخب الأوكراني سيرجي ريبروف، فإنه فاز بآخر 5 مباريات في الموسم، ولكن التعادل السلبي فرض نفسه على مجريات المباراة ليحافظ دينامو كييف رغم التعادل على صدارة الدوري، بينما يحتل زوريا المركز الرابع. فاز الأسترالي جيسون داي بلقب بطولة باركلز للغولف التي جرت فعالياتها في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، حيث كسب الأسترالي 8 ضربات في الجولة الختامية للبطولة ليفوز باللقب بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل، متقدما ب6 ضربات على السويدي هنريك ستينسون. واحتل الأمريكي بوبا واتسون المركز الثالث برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ويتقدم ب1 ضربة على مواطنيه زاك بلير وزاك جونسون اللذان تقاسما المركز الرابع. فازت الأمريكية كريستا موليس بلقب بطولة يوكوهاما تاير الكلاسيكية للغولف. الأحوال الجوية السيئة أدت إلى أن تكمل عدد من اللاعبات جولتهن الثالثة قبل الانطلاقة الأخيرة، وبين هؤلاء اللاعبة كريستا موليس التي أكملت 29 حفرة وأفلحت في كسب 7 ضربات في الجولة الختامية لتفوز بالبطولة برصيد إجمالي بلغ 17 ضربة تحت المعدل. فاز منتخب السيدات الإنجليزي بلقب بطولة أوروبا لهوكي الميادين الخضراء بفضل انتصاره في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية ب3 أهداف مقابل هدف على نظيره الهولندي، حيث استضاف ملعب الملكة إليزابيث الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن لقاء نهائي بطولة أوروبا لهوكي الميادين الخضراء لتفرض سيدات المنتخب الإنجليزي هيمنتهن وتفوز بلقب البطولة بعد تألق قوي من الحارسة مادي هينش التي تألقت في ضربات الجزاء الترجيحية. افتتح عمدة مدينة ريو دي جانيرو مضمار دراجات البي ام اكس الهوائية في مجمع ديودورو الرياضي الذي سيستضيف عددا من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، حيث استغل العمدة إدواردو بيس اكتمال المضمار لإقامة الحفل الذي تهدف منه إدارة المدينة إضافة إلى اللجنة التنظيمية للدورة إلى التأكيد بأن هذه الدورة لم تقم لخدمة ومتعة أثرياء المدينة، لكنها ستترك إرثا مثل مجمع ديودورو الذي سيخدم 1,500,000 من سكان 10 أحياء مختلفة و3 مدن. تخطى الهولندي توم دومولين قبل 50 مترا من خط النهاية، تخطى الفائز بطوافي فرنسا البريطاني كريس فروم ليفوز بالمرحلة 9 لطوافي إسبانيا للدراجات الهوائية وينتزع بذلك صدارة الترتيب العام، حيث شهدت المرحلة 9 لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية تغيب عدد من النجوم بسبب حادث التصادم الذي وقع في الجولة السابقة. وبالرغم من أن البلجيكي ييسبر فاز بالمرحلة 8، فإن الإصابة التي تكبدها أجبرته على الانسحاب من الطواف لينتزع دومولين صدارة الترتيب العام متقدما ب57 على خواكويم رودريغيز. في عالم المحركات فاز الفرنسي رومان فيبر بلقب بطولة العالم لاختراق الضاحية للدراجات النارية بعد احتلاله المركز الثاني في سباق جائزة آسين الكبرى الذي جرى في الحلبة الهولندية.
وقد فاز بلقب جولة آسين البريطاني شون سيمبسون نتيجة لفوزه بالسباق الأول واحتلاله المركز الثالث في السباق الثاني. وقد ضمن الفرنسي رومان فيبر الفوز بلقب العالم نتيجة لفوزه بالسباق الثاني، لأن الفارق بينه وأقرب منافسيه على صدارة الترتيب العام ارتفع إلى 100 نقطة، وذلك قبل سباقين فقط من نهاية فعالية الموسم. هيمن فريق بورش على الجولة التأهيلية لسباق لومان للسيارات، وذلك بعد فوزه بفئة الام بي 1 الفئة الأولى لطراز السيارات، حيث تمكن السائق الأسترالي مارك ويبر من قيادة فريقه لصدارة الترتيب، لكنه واجه منافسة قوية في السباق من فريق أودي. وقد بدأ فريق أودي المتألف من رومان دوماس ونيل ياني ومارك ليب السباق من الحارة الأولى، لكنهم تكبدوا متاعب أدت إلى تراجعهم من الصدارة. وقبل الختام مشاهدي الأحباء أذكر بأبرز عناوين النشرة. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تكتمل صفوفه غدا بوصول القائد علي الحبسي. المنتخب الوطني للشباب يواصل تحضيراته للبطولة الخليجية بمواجهة السويق اليوم. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن عن مفاجأة الموسم بتعاقده مع أبرز لاعبي البوندسليغا. ويوفنتوس الإيطالي يواصل إخفاقاته على المستوى المحلي، وأصابع الاتهام تتجه نحو رئيس النادي. ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن وطيب المتابعة. دمتم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.